مساء الخيرات جميعا، يسعدني أن أقدم كلمات الشكر لكل طالباتي الحاصلات على الدرجة النهائية في مادة الكفايات الوحدة الثالثة من فصل أولى رابع إسراء النمر، آلاء المبارك، رنيم الفجري، رؤى الجزيري، ريحان الهاشم، ريم العوض، زهراء الخليفة، زينب الهاشم، زينب الشخص، زينب المؤمن، سارة الأحمد، سالي العلي، سجى العباد، وغدير الحمادة، فاطمة البطي، فاطمة الجيدي، فاطمة الشايب، فاطمة الخليفة، وأخيرا الطالبة نور الحسن. أما عن فصل 105 الجوري العبد الله بلقيس الصالح، جنات الحبيب، حوراء الفرحان، حوراء الياسين، دلال بجبارة، ريم الميدان، زينب البحراني، زينب الهاشم، زينب الوصيبعي، سارة القطان، سكينة المطاوعة، شيماء النفيلي، فاطمة الطاهر، فاطمة العباد، ليان النخلي، مريم النمر، نوراء الحسين، وأخيرا الطالبة يقين نفيد. لحظات ممتعة قضيتها وأنا أصحح الأوراق واستمتعت برؤية الدرجة النهائية، وأتمنى أن أرى المزيد من الأسماء الجميلة في سماء اللغة العربية بارزة بحصولها على الدرجة الكاملة. شكرا لكن عزيزاتي. كانت معكم معلمتكم ليلى الصالح.